طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، سعيدة جدا أن أنا معاكم، وبتمنى يا رب أكون يعني أنجح. أنا بعتبره اختبار، لو حتى مدربة إيمان ما بتعتبروش اختبار، لكن أنا بعتبره اختبار وإن شاء الله يا رب أنجح فيه. فبسم الله الرحمن الرحيم، هتكلم النهاردة إن شاء الله عن العادة الأولى من عادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي. أحب دايما أبدأ كلامي بقصة صغيرة أو إحصائية أو كده، بس معايا قصة، والقصة حقيقية. أنا مستشار أسري، بيجي لي طبعا ناس تستشيروني في أمور ما خاصة بال خاصة بهم، يعني خاصة بحياتهم، خاصة بالمشاكل اللي هم ممكن يبقوا موجودين فيها ومش عارفين يحلوها. ففي فعلا من حوالي 4 سنوات جاتني أخت سيدة في حوالي تقريبا الأربع عمرها، بتشتكي لي حالها من زواج، يعني هي تقريبا بتعاني من مشاكل كتير في زواجها، وقعدت تبكي كتير كتير كتير، وكانت دايما تحكي لي على زوجها يعني ما بيعملهاش كرامة قدام عيلتها، أولادها ما بيطيعوا، ما فيش طاعة، أو زوجها تقريبا بياخد مواد مخدرة، يعني في مشاكل لا حصر لها في حياتها. هي تقريبا كان عمرها 40 سنة، فطبعا قاعدة عايشة تقريبا حوالي 20 سنة في المشاكل دي. وبعد 20 سنة فكرت انها تدور، وجاتني، وبقالي 4 سنين بحاول معاها فعلا انها توصل لبعض الحلول لحياتها. في تحسن شوية، في انتكاسات شوية. هي في الاخر شخصية انفعالية، وشخصية انفعالية سببت كتير من المشاكل، لدرجة انها ممكن تكون كانت محور اساسي للمشاكل اللي كانت بتقع فيها. على عكس لامرأة اخرى كانت تتعلم عين في الجمعية الخيرية من القرآن وعلومه، التنمية البشرية، التربية. بعد فبصيرة جاءت تزف لي خبر خطبتها، فجاءت تسألني ما هي حقوق الزوج، ما هو حصر التبعل، كيف أتعامل مع زوجي. المرأتان تعيشان في نفس البيت الذي يسكن فيه أهل زوج، طبعا مش نفس البيت، يعني الأولى تسكن في بيت والثانية تسكن في بيت آخر. الأولى في نفس البيت الذي يسكن فيه أهل زوجها، وثانية أيضا يسكن فيها يسكن في نفس البيت أهل زوجها، ولكن شتان ما بين المرأتين. امرأة انفعالية عاشت 20 عاما، وحاليا عاشت 24 عاما، تحسن طفيف لأنها شخص انفعالي. الأخرى وسأورد بعد ذلك الصفات التي تتمتع بها الأولى أو تتميز بها، أو يعني مش عايزة أقول تتمتع أو تتميز، لأن هي مش متعة ولا ميزة، لكن الشخصية الأخرى تتمتع رائعة وأولها عادة المبادرة. من خلال الشخصين دول هبتدي أتكلم عن الصفات، ومن خلالها نوصل ما هي عادة المبادرة. الشخصية الثانية اتعلمت، نفذت، ابتكرت، لدرجة ان ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاليا ليها حلقة اسبوعية تجمع فيها عائلة زوجها في احدهم، وتعطي لهم دروسا في القرآن، دروسا في التربية، دروسا دروسا دروسا، ويحترمونها جدا ويحبونها جدا. الاخرى مشاكل عديدة لا تخرج منها، على الرغم من انها شخصية غير شريرة بالمرة، بالعكس هي شخصية طيبة جدا وحبوبة، لكن انفعالية مش الدو تقريبا يصدق انفعالتها وتصرفاتها قبل العقل أو قبل استخدام العقل. من بعد القصة دي، وهي قصة حقيقية زي ما بقول لكم، لأن هي شخصيتين فعلا على أرض الواقع، وما أكثر الانفعاليين على الأرض، وأتمنى أن يكون ما أكثر
المبادرون على الأرض، ونتمنى أن نكون نحن منهم بإذن الله. أهداف المحاضرة اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله بإذن الله، المعرفة بالفرق بين السلوك الانفعالي والعقلاني، الفرق بين الإنسان والحيوان. بعد كده هنأتي للتعريف بالمبادر، ثم مقارنة لغوية بين المبادر والإنفعالي. عندنا المعين من السلوك البشري هو السلوك العقلاني والسلوك الانفعالي وصفاته، وهنقدر حاليا مع الشخصيتين اللي اتكلمت عنهم الأول ان احنا نبتدي نحلها بمثيل ليها في التصرف لشخصية او اخرى. الشخصية الانفعالية وهي الاولى تتحكم فيها الظروف، فبالنسبة لها انها سكنت في بيت اهل زوجها، هذا كان مؤثر نفسي فيها غير عين، انها كانت تحب ان تسكن لوحدها، كانت تحب بعضهم ولا تحب الاخر، في بعضهم انفعالي بعضهم لا، وطبعا لانها انفعاليه الامر كان صعب جدا بالنسبه لها، وفي نفس الوقت انفعاليه مع زوجها ومع اولادها، فبعدت تماما عن التصرفات العقلانيه فتحكمت فيها الظروف. بقيت اهتمامها الغير، احوال الغير والمقارنه بين احوالها واحوالهم. لا تنظر ابدا الى نفسها والى ماذا ينقصها، حتى لو نبهتها تتذكر فتره وتحاول الاصلاح فتره، ثم ترجع مره اخرى وتنتكس وترجع للحاله الانفعاليه، فالانتكاسه بتبقى اصعب كتير من الاحوال الاخرى. فاذا تتحكم فيها الظروف، دائره اهتمامها، او هي بمعنى اصح بتحط نفسها في دائره الاهتمامات اللي هي خاصه ب، يعني انا يهمني يكون عندي، انا ناقصني، انا محتاجه شيء، انا عايزه اولادي يبقوا كويسين بس هم ما بيسمعوش الكلام، انا بيتي مش مظبوط، انا ناقصني مال، ناقصني تعليم، ناقصني زوج كويس، كان ابي ثم مات فكان فاصبح واصبحت. دائره الاهتمامات تتقمص دور الضحيه، لانها عندما توفى الله اباها فقدت المعين بالنسبه لطريقه تفكيرها، الشخص الوحيد الذي تعتقد انه يحبها ويهتم بها، فهي تتقوقع داخل ذاتها وتتقوقع داخل المشاكل وداخل دائرة المشاكل ولا تخرج منها أبدا، وبالتالي تزيد الدائرة التي تخص المشاكل ويزيد أنها تتعمق فيها، أو بمعنى أصح أنها بتنزل فيها، تغرق، أنا بدور على التعبير ده، فتغرق في دائرة المشاكل. نعم، ده عاشت دور الضحية فقلصت تأثيرها. وبالتالي الحال المستمر التذمر والشكوى، فتعتمد حياتها على سلوك الآخرين، بدليل حينما يكون البيت في حالة هدوء، في حالة في يوم فيه شيء مفرح، يوم فيه تصرف جيد، تكون هي في منتهى السعادة، ويعني حالتها تتغير وتتبدل بمجرد ما يتحدث بيأثر فيها نفسيا، ويكون من الأحداث اللي هي تقريبا عايشة فيها على طول، بمجرد ما يحصل تبتدي حالتها تعتمد على الشكل ده، وتبتدي انفعالاتها وردود أفعالها كمان تعتمد على السلوك الاشخاص اللي حواليها، وطريقه تعاملهم وطريقه واهتماماتهم هي تبع ليهم، هي لا تكون مبادره بتصرف، بل بالعكس دائما تصرفاتها عباره عن رد فعل ناقد ويبني على انفعالاته. فهذه هي طريقه تعاملها مع من حولها، ان كان زوجها او اولادها او جيرانها او اي، هي في حالة نقد مستمر، في حالة مقارنة مستمرة، في حالة صيد للأخطاء مستمرة،
ولماذا تتصيد الأخطاء؟ لأنها لا تثق في نفسها وتتخيل أن من حولها لا يرون فيها أي شيء جيد، وبالتالي تحاول تصيد الأخطاء لتعلمهم أنهم هم الذين ليس فيهم شيء جيد لهي. هذا هو الشخص الانفعالي، نقد هدام، مقارنة هدامة، تصيد للأخطاء، لوم للآخرين مستمر، وبالتالي لا تربية سليمة، وبالتالي لا تجد من أبنائها تتمناه أي أم. أما السلوك الآخر الذي نرجو أن نكون أن يكون فينا أو يكون صفة فينا، هو صفة في من حولنا، وهو الصفة العقلانية المبادرة، فهو دائما ثابت لتوجهاته. ونمسك المثال الآخر، المرأة الأخرى التي أعزها كثيرا، وعلى الرغم من أنها سكنت في قرية لا مدينة، على الرغم من أنها ابنة أحد الرجال الأفاضل العلماء الأفاضل الأزهريين، ولكنها رضيت أن تسكن في قرية لأنها اختارت اختيار حر رائع لزوجها ولأهل زوجها. وعلى الرغم من أن ما فيش إنسان يخلو من العيوب، ما فيش إنسان يخلو من التعاملات اللي ممكن يكون فيها يعني ممكن يأكل، ممكن يكون في سلوكيات مش منضبطة، لكن بحكمتها ومبادرتها الدائمة بالسؤال والتعلم والتطبيق، فدائما ثابتة ودائما تتوجه نحو الطريق السليم. هي مربعة على مبادئ رائعة، وربت نفسها أكثر على القرآن، على علوم القرآن، على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أبيها قدوتها المعاصرة، وكان رسول الله عليه وسلم هو قدوتها الدائمة، وبالتالي كانت مبادرة دائما إلى عمل الخير، وبالتالي حياتها تختلف كليا وجزئيا عن حياة الشخصية الأخرى. عندها دائرة تأثير، بدأت بذاتها أولا، تطوير ذاتها في مجالات كثيرة، فهي كانت في جامعة وفي كلية عملية ليس لها علاقة بالمواد النظرية التي تحمل الدراسة النظرية، وعلى الرغم من هذا عاشت تطبيق الحياة العملية بجانب الدراسة النظرية في العلوم القرآن والسيرة وغيرها وغيرها وغيرها. فبالتالي لم تأخذها علوم تلقن وتحفظ وتتعامل من خلالها أنها شكل عالم، بل عمدت عائلة أن تطبقها في حياتها مع زوجها ومع أهل زوجها ومع أولادها. هي عندها طفلان صغيران الآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن نرجو أن يكون أولادنا جميعا بالصفة التي نتمناها. فدائرة التأثير بالنسبة لها تتسع وتتسع، فهي الآن ليست تقيم حلقة يومية أسبوعية أقصد مع أهل زوجها فقط، ولكن هي تذهب إلى جمعيات خيرية وتذهب إلى مساجد وتذهب إلى أماكن تعطي فيها وتدرب فيها أطفال، لأن هي كانت حتى قبل ما تتزوج كانت تقعد مع تجلس مع أطفال صغار وتعلمهم القرآن وتعمل بينهم مسابقات، وكانت تساعدني كثيرا في الجمعية الخيرية، أفتقدها كثيرا الآن حقا. كانت حرة الاختيار كما قلت، لأنها تقيس أمورها وتقيس أحوالها حسب ما تريد من الحياة، حسب رسالتها، فهي تريد زوجا مؤمنا طائعا لله عز وجل، طبعا بالنسبة لأحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم أن بها عيوبا وبه عيوب، وتحاول باستمرارية التعامل مع هذه العيوب وتغييرها، فهي حرة الاختيار، مسيطرة على حياتها وترسم قوانين بيتها، وكل من يتعامل معها يتعامل على أساس هذه القوانين، مدركة لذاتها، ذاتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها الكرامة وأعطاها القدرة على التعلم وأعطاها العلم وأعطاها الذاكرة القوية وأعطاها القلب الذي يميز بين الصواب والخطأ،
فعلا السلوك الانفعالي مكتسب ولا فطري، لأن الله سبحانه وتعالى فطرته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فطرته الإسلام، والإسلام ليس دينا انفعاليا. فالسلوك الانفعالي مكتسب من أحوال كثيرة، من البيئة، ومن التعليم، في عدم التعليم في الصغر بكفاية، أو من عدم التدريب. ممكن يكون في لي أسباب كثيرة، بس علشان أنا بخاف من الوقت. التربية صح، ذو ضمير، العقلاني عنده ضمير، ضمير أي نفس اللوامة دائما تحاسب فتعمل بما قيل، حاسبوا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهي دائما تتصل علي على الرغم من بعد الأماكن، وتتصل على غيري، أنا لست عالما، ولكن يعني أحسبني أعرف بعض الأمور أو أعلم بعض الأمور، فهي تتخذني بعض يعني قدوة بسيطة، وتحاول أن تسألني كثيرا، وتقرأ كثيرا، وتسألني عن الكتب التربية التي يجب أن تقتنيها وتقرأها وتتعلم فيها، تطرق أبوابا كثيرة لتتعلم كيف تقيم بيتا مسلما يعبد الله سبحانه وتعالى ويعلي كلمته في الأرض. أخيرا الاستقلالية من الصفات العقلانية المبادر. الاستقلالية معناها أنه ليس تابعا له، ليس نصا مكتوبا له، كما قالت أستاذتنا دكتورة إيمان، لا يتبع نصا مكتوبا، ولكنه هو الذي يكتب النص، وهو الذي يتبع ما كتبه هو، ويغير ويبدل ويقيم نفسه باستمرار. فهو في حالة استقلالية، ذو ضمير، مسيطر، مدرك لذاته، حر الاختيار، تتسع دائما دائرة تأثيره على حساب الهموم التي ممكن أن يقع فيها، أو المشاكل أو دوائر المشاكل التي ممكن أن لو غفل قليلا أن يقع فيها ويغرق فيها، مثل الشخصية الأخرى، الشريحة الأخرى من فضلك. من هنا نأتي لكي نعرف ذواتنا، ونعرف لماذا لا يجب أن نكون أشخاص انفعاليين، أو أن نكون ينقصنا الكثير من الصفة الإنسانية التي خلقنا الله عليها، والفطرة الإنسانية التي خلقنا الله عليها. فلا بد أن نعرف الضد لنبعد عن الغفلة وننتبه لأنفسنا. فالله سبحانه وتعالى قد خلق الحيوان وخلق الإنسان، ولكن شتان ما بين الخلقين، الحيوان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكنه مسخر لخدمة الإنسان، فهو عبد للإنسان. الإنسان هو الذي يحكم إن كان هذا يركب، أو هذا يؤكل، أو هذا يشرب لبنه، أو هذا يعني أي اختيارات. هو عبد لي، مسخر لي لخدمتي، ولذلك ليس له أدنى اختيار في شيء، فهو مسير في كل أموره. ولذلك كما كتبت، ولذلك تجده منحنيا. وفي جملة جميلة جدا، أنا لا أذكر كاتبها أو لا أذكر قائلها لأنها أعجبتني جدا، هي: لا يركب ظهرك أحد إلا عندما تنحني. فأنت إنسان لا حيوان، الحيوان منحني، تركبه وقت ما تحب، تذبحه وقت ما تحب، تفعل فيه ما تشاء، ولكن في الحدود الشرعية، لا يعني لا ما تشاء، مش لدرجة ما تشاء، يعني لها حدود شرعية، لأنه ملك لله أولا وأخيرا، وأنت كمان ملك لله أولا وأخيرا، ولكن هو مسخر لخدمتك، هو مسخر لك، هو عبد لك. ومآله في الدنيا، مآل ونهايته في الدنيا، ليس له في الآخرة شيء، والله أعلم يعني باللي أنا بقوله دوت مدى صحته، لكن أعتقد أنه يعني الجنة والنار هي خاصة بالبشر فقط، البشر والجن، أنا أسفة، الجن والإنس، غير الجنة والنار أو المآل في الآخرة لمن؟ للجن والإنس فقط لا غير. فالنهاية بالنسبة للحيوان هي في الدنيا، ومن يحكم باختيار يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك،
وأمر بذلك أن يكون الحيوان في خدمة الإنسان. بالنسبة للإنسان بقى شتان بينه وبين الحيوان في الصفات، فالإنسان أكرم مخلوق على وجه الأرض إلا إذا انحنى، إلا إذا كان تابعا ذليلا. أكرم مخلوق على وجه الأرض بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد له تحية وطاعة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يملك ما لا تملك. ما هو الذي الأمر الذي يملكه الإنسان ولا تملكه الملائكة؟ الملائكة المخلوقة من نور، الملائكة تطيع الله. أيوة صح، جزاك الله خيرا. الحيوانات يقال لها بعد القضاء بينما تكون ترابا. جزاك الله خيرا على المعلومة. إذن ليس لك آخرة شيء، لكن نحن لنا في الآخرة الكثير، نوعان، ونحن الذي نتوجه إلى أي طريق وإلى أي وإلى ماذا يؤدي. فالملائكة سجدت للإنسان طاعة لله سبحانه وتعالى، تحية لهذا الإنسان الذي يملك ما لا تملك. ما هو الذي يملكه الإنسان؟ يملك الخيار، الإرادة. فهو مسير فيما يخص حياته العضوية، لأنه لو مخير فيها يعني في دائما الآية الجميلة لربنا تعالى أعلمنا أن كل اللي احنا عايشينه على الأرض حاليا، كل التدافع اللي احنا عايشينه، كل الفساد اللي احنا بنشوف بنلمسه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فلو احنا بإيدينا الخيار في حياتنا وحركة القلب أو حركة التنفس أو لو أنا الخيار لأفسدنا أكثر وأكثر ولانقضت الحياة على الأرض. فرحمة الله سبحانه وتعالى جعلت الخيار رسالة السيدة اللي هي أيوة المبارك. هي رسالتها تعليم كل طفل ممكن يعني تقدر توصل، كان في البيت أو في الجمعية أو في أي مكان أي طفل تقدر توصله. قالت إن هي دورها في الحياة تعليم الأطفال وتدريبهم على كيفية الحياة السليمة لينشأ جيل غير فاسد أو ينشأ جيل مختلف عن الجيل الذي نراه حاليا. يعني نعم، تفيد العادة الأولى. أنا مش شايفة، أنا أسفة، طب أنا أشوف هي العادة الأولى في مهنتك كمرشدة أسرية. يعني هي تقريبا المبادرة أولا إن أنا أختار إن أنا أكون مرشدة أسرية، فكانت العادة دي مفيدة جدا ليا. فبادرت بإن أنا في نفس التوقيت اللي كانت الثورة على أوجهها وقت قبل تنحي مبارك والمظاهرات في كل مكان والضرب في كل مكان، أنا في التوقيت ده أنا كنت فعلا بتعلم وباخد الدبلومة الخاصة بالإرشاد الأسري. من وانا صغيرة بقرأ كتير في علم النفس، وخدت دبلومة في أيام الجامعة، خدتها فعلا على أساس أن أنا أتعلم كيفية التربية وكيفية التعامل مع الآخر وكيفية ان انا ازاي انفع الناس. لاني رايت كثيرا من البيوت، الحمد لله كان ابي ازهريا رحمه الله وكان طيبا جدا، وكانت حياتنا بحول الله وقوته يعني قريبه من الحياه الجميله. يعني انا اقول قريبه لسبب ان هي طبعا ما فيش حياه جميله على طول، لكن هي فعلا في العموم كانت حياه الحمد لله تربويا كانت جميله، وكان ابي رحمه الله مربيا فاضلا جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني شفت بيوت كتير ومشاكل كتير، وكان يجيله ناس كتير علشان يسألوه يستشيروه أو يسألوا أمي ويستشيروها. وعلى الرغم من أن أمي أمية، ولكن سبحان الله كانت عقلانية جدا وتصرفاتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانت معنا يعني في منتهى الحسن. يعني فأحببت هذا الدور، أحببت أن أكون مرشدة لغيري كيف تكون الحياة الأسرية وكيف بناء
الأسرة السليمة التي تعبد الله في الأرض وتعلي كلمته. فتعلمت وحاولت، وفعلا بمجرد يعني أي حد بيلجأ لي سبحان الله، ممكن أكون في حاجات خاصة بي، يعني ممكن مثلا يعني أكون متعطلة، بس ده هيعطلني عن شيء، بس بقيس الأولويات، يا ترى الحاجة اللي أنا هعمل هي الأولى إن كانت حاجات شرعية، أولويات شرعية طبعا دي لأ أولا، لكن بمجرد أولويات شرعية، الأولويات عندي إن بمجرد ما شخص يجي يستشرني أو يتصل عليا تليفونيا أو يحاول يوصل لي على أساس إن عنده مشكلة ومحتاج يحلها، كان هي الأولويات بعد الأولويات الشرعية. إذن هو الإنسان مخير في عقيدته وتوجهاته، مخير كيف يختار، هل يعبد أعوذ بالله يعبد البقر أم يعبد الشمس أم يعبد الشجر أم يعبد الأصنام أم يعبد الله ويتعبد لله. كيف يتعبد لله؟ أن يكون عبدا ربانيا، عبدا بجمع عباد لا جمع عبد، لأن عبد بجمع عباد هي الذي اختار وتوجه بكل نيته وقلب وتوجهه كله كان للطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى في القرآن له، فتوجه بكل كيانه لهذا الطريق، وبالتالي طلب من الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق بعدما أخذ هداية الدلالة في القرآن والسنة، وأعطى الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويوفقهم ويعطيهم دلالة التوفيق بعد كده. أما الانفعالي أو أما أقصد أما الحيوان، الحيوان هو مسبح بطبعه، بس مسبح لأن الله سبحانه وتعالى خلقه مسبح وليس له خيار في ذلك. نأتي إلى التعريف بالمبادر بعد الأمثلة وبعد التفصيل المقارنة، نأتي للتعريف بالمبادر، وهو وعي بالذات، وعي واعي بذاته، قادر على التعرف والتعامل مع دوائره بفاعلية، فهو يعرف الدوائر القريبة والبعيدة وأين يضعها وأين أولوياته، ويعرف كيف يتفاعل معها ويعرف كيف يؤثر فيها. جداً بس عشان أنا بحب أوي المثال ده، يعني أنا بمجرد ما بيحصل أي موقف إن أنا ألتمس عذر للآخر حتى لو تصرفه كان بالنسبة للآخرين خاطئ جداً، لكن بمجرد ما بحلل الموقف وإنه ممكن يكون لعذر كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بعتبرها دي يعني من صفات الإنسان المبادر، إن هو يقدر يلتمس العذر للآخر، فهو يقدر أيضاً على التفاعل معه تفاعلاً طيباً. عنده التعريف تكملة التعريف، هو عنده القدرة على التحفيز الذاتي والتكيف، أي هو دائماً عنده رغبة ملحة للأمور التي يتركها، دائماً عنده رغبة ملحة في التعلم، رغبة ملحة في التعامل مع الآخر تعاملاً طيباً، رغبة ملحة في التغيير، رغبة ملحة في الانتقال من وضع إلى وضع آخر أفضل وأوسع في التأثير. طبعاً الطبيعي في الإنسان اللي بالصفات دي سية عنده قدرة على الأداء، حرية في القرار والفعل، عنده استعداد دائم للتغيير واستعداد دائم للحركة والتصرف والفعل، عنده إرادة لا تنثني بضغط من بالضغوط أو بالإجبار أو بغيره، مرن لأن المرونة صفة يجب أن تحيط بكل هذه الصفات، لسبب إن وهو يتفاعل مع الانفعالي والمبادر والوسط بين هذا وذاك، وفي شخصيات صعبة وفي شخصيات طبيعية وفي شخصيات سوية وفي شخصيات غير سوية، لو ما يملكش المرونة ممكن تقف مشاريع لها بسبب قلة المرونة. فانا دائرة التأثير تنمو على حساب عندما تكبر دائرة التأثير المبادر، وكلما يخرج من يعني يتم
تأثيره في دائرة فيخرج للدائرة الأخرى، ويتم تأثيره في الدائرة الأخرى يخرج في الدائرة الكبرى، ما يكونش عنده أساسا للتركيز أو التفكير في الهموم. لأن في دعاء جميل قوي، وأنا بالنسبة لي الدعاء ده رقم واحد في أسلحتي مع الحياة، اللهم اشغلني بما خلقتني ولا تشغلني بما كفلته لي. فالهموم دائما أشياء قد كفلها الله سبحانه وتعالى لنا، فلماذا أفكر فيها؟ والله الخالق هو الرزاق هو الوهاب هو العليم هو الحكيم، يكفيني هذا. وبالتالي دائما أدعو اللهم اشغلني بما خلقتني له ولا تشغلني بما كفلته لي، وبالتالي دائرة التأثير تتسع دائما على حساب دائرة الهموم. المقارنة اللغوية، يعني ازاي ان انا ممكن اعرف الانسان اللي انا بتعامل معاه هو مبادر ولا انفعالي؟ ببساطة من خلال الكلمات اللي بتصدر منه في المواقف بسهولة هعرفه. فالمبادر عندما يقع في مشكلة او تظهر امامه معوقات فيقول سأنظر الى البدائل الاخرى المتاحة. الانفعالي لن تسمح الظروف، تجد فعلا الانفعالي مهما تحاول ان تكلمه في ابواب ممكن يترك هذه الابواب لكي يصل الى حل مشكلته او الى التغيير، الظروف لا تسمح. المبادر دائما هو يختار، هو يفضل، انا اختار، انا افضل، مفيش، هو حر، يملك الحرية، يملك الاستقلالية. ولكن الانفعالي لا يحس بهذه الحرية ولا يراها، ولذلك يقول دائما لا أستطيع ويجب علي أن أفعل كذا. في فرق كبير بين أن أنا أختار أن أفعل كذا أو يجب علي أن أفعل كذا. يجب علي، إذن أنا تابع، أنا أختار، أنا أفضل، إذن أنا مستقل، أنا في حالة استقلالية، أنا في حالة اختيار وإرادة قوية. المبادر دائما يتحكم بمشاعره، وفعلا في مواقف كثيرة يظهر فيها تحكمه بمشاعره، يكون هذه المواقف غيره فيها ممكن يصل للجنون، فالانفعال يقول دائما لقد دفعوني للجنون، لكن المبادر يتحكم بمشاعره. ودائما كل أمر يقع فيه دائما يرى المنحة داخل المحنة، دائما يقول لعله خير، ودائما دائما يخرج من حالة الجزع بدون أن يدخل فيها أصلا. يعني لو في موقف ممكن غيره يدخل في حالة جزع هو لا يدخل فيها أصلا، بل على العكس تماما يقول لعله خير. الآخر دائما يعلق الشماعات ويقول الظروف هي السبب، فلان هو السبب، التربية اللي أنا تربيتها هي السبب، البيئة اللي أنا كنت عايش فيها هي السبب، دائما الظروف هي السبب. فالمبادر يعلم جيدا لماذا خلق وما دوره في الحياة، فإنه يختار دائما شكل حياته في أنه تم اهتمام عالي جدا بماذا؟ بأنه يغرس الفسيلة. واخترت هذا التعبير بالذات لأن تخيلوا لما يكون يوم القيامة، خلاص بدأ يوم القيامة، بأول يوم القيامة، بصعوبة يوم القيامة، يا رب نجينا من يوم، عندما يوم يكون يوم القيامة بهذا الشكل، يعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لو في يدي فسيلة وخلاص، والفسيلة أنا بحطها في الأرض عشان تزرع، علشان تنمو تكبر، كل منها ويأكل منها أولادي وغيره وغيره وغيره، يوم القيامة خلاص الأرض ستنتهي ستفنى. طب ماذا سأجني؟ سأجني ما عملته، سأجني عند الله سبحانه وتعالى في ميزاني أنني غرست الفسيلة. فالمبادر دائما يهتم بغرس الفسيلة ولا يهتم بما سواها، وبالتالي يعد نفسه باستمرارية، يعد ويعد يوسع دائرة تأثيره. لماذا؟ يحقق هذه المقولة يغرس الفسيلة. وفيها الختام، وأرجو أن يعني ألا أكون سببا في الملل، أو إن شاء الله بإذن الله يكون يعني
قلت كلاما مفيدا. ختاما أذكركم ونفسي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ الأعمال الصالحة فستبقى قطع المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا. رواه مسلم. وكما ترون هذا الحال وهذا الواقع، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فاللهم جعلنا ممن يغرسون الفصيلة، اللهم جعلنا ممن يكون مبادرين بالأعمال الصالحة، لأن اللهم جعلنا ممن لا يقعون في الفتنة، فنصبح يا رب ما نصبح مؤمن ونمسي كافر. أعوذ بالله يا رب كلنا ظن ونثبت على الإيمان، ونطلب من الله سبحانه وتعالى التثبيت. جزاكم الله خيرا. طبعا الشرائح الأخرى هي عبارة عن المرجع، وعذرا ليس ستيفن كوفي، قرأت له وتعلمت منه، ولكني وتعلمت من قرآني وسنتي الكثير الكثير الكثير، وهو قد أخذني. وله طبعا الشكر الجزيل في أنه جمع هذا العلم، ولكنني عندما تعاملت مع الشخصية الأولى والشخصية الأخرى لم أكن أعرف ستيفن كوفي، والشخصية الأخرى الجميلة البادرة لا تعرف ستيفن كوفي إلا بعد ذلك. قرآننا وسنتنا من يعني فعلا لو يعني يكفينا قرآننا وسنتنا، ولكن ممكن يكون نحتاج بعض النقاط، بعض ترتيب العناصر، بعض فقط لا غير، لكن بإذن الله إن شاء الله القرآن فيهم الكفاية. جزاكم الله خيرا، تبتم وطاب حضوركم وتبتم من الجنة مقعدة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.